اول حاجه في الانفستيجيشنز هي الجوندس. قلنا الجوندس خلاص مش هنقعد نغني فيه، يبقى اول حاجه هي الجوندس. هو بيبقى سب كلينيكال امتى؟ من واحد لاثنين، اكتر من اثنين او اثنين ونص، او بعض الكتب كاتبه ثلاثه، احنا خلينا على رقم اثنين ونص ده، اكتر من اثنين ونص مللي جرام بير ديسليتر يبتدي يبان في التيشوز. طيب هو النورمال كام بتاع الجوندس بتاع البيروبين التوتال؟ النورمال اقل من واحد، والنورمال كام بتاع الدايركت؟ النورمال اقل من نص. خلاص كده؟ يبقى دي اول حاجه وهي السيرم السيرم بيلروبين او الجوندس. ماشي؟ تاني انفستيجيشن وهو انفستيجيشن فور بروفينج ان هو مش جوندس بقى، انه اوبستراكتف. انا قلت ان هو جوندس، طب انا عايز اثبت ان هو اوبستراكتف. طب تثبت منين ان هو اوبستراكتف؟ هتبص على، خلي بالك بقى، حاجات قديمه قلناها، اليورين. ماله اليورين؟ خلينا نكتبها على جنب كده عشان ما تبقاش في النص، ان هي ما هياش ايه؟ نقط فارقه، دي نقط مشتركه. اليورين والستول. الستول فيه ستيركو؟ لا. يبقى ما فيش ستيركو بايلين او ستيركو بايلينوجين. واليورين ما فيهوش يورو بايلينوجين. هو انا اتحولت اصلا ليورو بايلين لستيركو بايلين ويورو بايلين في او بايلينوجين عامه في الانتستين ده؟ انا ما نزلتش الانتستين اصلا. نقدر نقول بكلمه علميه اكتر، اقل. خلاص اقل. يبقى اليورو بايلينوجين والستيركو بايلينوجين قليلين. طب الستول في استياتوريه؟ اه فات. كلام جميل. واوفنسيف، يبقى اوفنسيف وبالكي وفي فات اللي هي الاستياتوريه. كلام بقى مكرر، انا قلت جزء منه في الكيك بيكشر بعيده في الايه؟ طيب اليورين، لا اليورين انت هتشوف فيه ايه بقى؟ انت ما شفتش فيه لوبال، وما هتشوف مين اللي ارتجع في الدم وعالي قوي؟ الكوليبيلروبين والبايل سولتس، هم دول اللي علوا في الدم بسبب الريجرجيتيشن. يبقى الكوليبيلروبين والبايل سولتس هتلاقيهم ايه؟ وناقص بس ان انا اقول ان اليورين هيبقى ايه؟ دارك از تي، والستول هيبقى كلي كالرد او بيل. يبقى لما ابص الاقي فيه بيليروبين وبايل سولتس عاليه بنسب ديتكتابل ما كانش المفروض تبقى موجوده، يبقى دي ايه؟ ابنورمال في اليورين اناليسيس. ومش هلاقي فيه يورو بايلين ولا يورو بايلينوجين، لان هو اصلا ما اتعملش من التست. الستول بيبقى ايه؟ جريسي في فات، يعني اوفنسيف عشان الانتستين ما كانش فيها ايه؟ بايل سولتس، فما قتلتش البكتيريا، فالبكتيريا عملت ايه؟ اوفنسيف وبالكي. فاللون بتاع ده بيل واللون بتاع ده دارك. ادي الستول واليورين. طيب خش لي بعد كده بقى. الحاجات دايما الاوبستراكتيف اللي بتاذي الليفر فوق تزود حاجتين. تزود الالكالاين فوسفاتيز، وتزود الجاما جلوتاميل ترانسفيريز. اكتب عليهم شفه ومهم وام سي كيو مهم. الالكالاين فوسفاتيز والجاما جلوتاميل ترانسفيريز. في نقطه ناقصاني اللي هي ايه؟ اللي هي الاوبستراكتيف جوندس. الاوبستراكتيف جوندس يفرق ايه عن الجوندس؟ ان الجزء الدايركت عالي، يبقى الدايركت بيليروبين عالي. يعني انت لقيت التوتال بيليروبين عالي اكتر من 2.5، ولقيت الدايركت كجزء اب نورمال، وهو اللي بيشكل الزياده الرئيسيه في الايه؟ في التوتال. طيب الدايركت بيليروبين عالي وانت عارف النورمال بتاعه نص، اقل من نص ميلي جرام بير ديسليتر. ايه بقى الالكالاين فوز؟ الالكالاين فوز يزيد مع اي اوبستراكشن، بيطلع من الهيباتوسايتس، ويزيد مع البون ديزيزز. فلو انت استبعدت بون ديزيزز، او استبعدت انه يكون طفل لان الطفل عنده بون ريموديلنج، نمو دائم في العظم، يبقى الالكالاين فوسفاتيز از سبيسيفيك. بس مين مور سبيسيفيك؟ شبه مهم الجاما جلوتامات ترانسفيريز، وحاجه اسمها 5 نيوكليوتيدز، مش مهم. الجاما جلوتامات ترانسفيريز اكتر سبيسيفيك لان هو ما يطلعش غير من الليفر، لكن الالكالاين يطلع من الليفر ويطلع من البون. فلو استبعدت اسباب البون بقى سنسيتيفيتي او سبيسيفيتي عاليه، لكن غير كده الجاما جلوتامات ترانسفيريز اكتر في سبيسيفيك.
طيب تعال نتكلم بقى على الايه النورمال. اكتب اظن انا مش كاتبها لك بس هي ايه ليك انت. الجاما جلوتاميل ترانسفيريز النورمال اقل من 50 انترناشونال يونت بير لتر، والالكالاين فوسفاتيز اقل من 100 انترناشونال يونت بير لتر. طبعا في ارقام كتير وفي اختلاف على حسب السن واختلاف على حسب السكس، قصص سودا كده مالناش دعوه بيها. يعني هنا يقول لك حتى من 20 ل 100، شوف الايه شوف الفجر يعني الرينج كبير جدا. انا 30 انا 40 انا 50 انا 60 انا 70 كل ده نورمال. الجاما جلوتاميل ترانسفيريز يقول لك من 10 ل 50 مش فارقه، المهم يعني اقل من 100 اقل من 50. الحاجات دي بتلاقيها شوتينج ممكن توصل ل 2000 3000 800 حاجات كده في الايه في الابستراكت. يبقى الالكالاين فوسفاتيز والجاما جلوتاميل ترانسفيريز اكشوالي من الحاجات المهمه جدا في تحديد ان انا ابستراكت، والدايركت هو اللي مزود البيلروبين، يبقى انا كونت فكره عن ان انا ابستراكت. واليورين والستول لونهم والمعامل اللي فيهم. ادي تاني حاجه. تالت حاجه مش تستبعد اسباب الجوندس، انا عارف انها بسيطه، مش تستبعد اسباب الهيموليتك جوندس. يعني تعمل سي بي سي وتشوف الريتكس وتشوف الدنيا ايه. حته وطمه كده. كلام جميل. رقم اربعه مش تطمن على الكواجيلوباثي. يعني تطمن على ايه؟ انا قلت لكم بتحتاج تشوف البي سي هتلاقيه ديكريز، البي تي هتلاقيه برولونجد، واكتب البي سي نورمال 100 والبي تي نورمال من 12 ل 14 سنه. والاي ان ار نورمال من 0.8 لايه؟ ل 1.1، قول 1 وخلاص. هتلاقيهم اب نورمال، ادي فيتامين كي تحسنه يبقى اوبستراكتيف، ما تحسنوش يبقى ده كان هيباتيك مش اوبستراكتيف. ايا كان بقى هو اوبستراكتيف جونز على مستوى البايل كاناليكولاي في الهيباتيك ولا هو هيباتوسيلر مثلا ديزيز هو اللي مسبب ضعف الليفر، بس في الاخر انا عندي مشكله في الاكسترا هيباتيك بيلي راديكلز، يعني البايل ما بيمتصش، يعني فيتامين كي قليل، اما الدي اي في فرق لي. اكتب جنبها شفوي بس مش ايه مش مهمه قوي في النظر. يبقى الكواجلوباثي والهيموليتك الاذر كوزز اوف جوندس تستبعدها. طيب اخر حاجه طبعا الليفر فانكشن. الليفر فانكشنز عادي بتعلى الاي اس تي والاي ال تي، وعلى فكره الاي اس تي بيعلى من الليفر ومن حاجات ثانيه، لكن الاي ال تي بيعلى من الليفر بس. خلاص افتكر كده ال مع ال ليفر اونلي، الاي اس تي من الليفر وغيره. خلاص والالبومين تلاقيه بيبتدي يقل، يبقى تعرف ان العيان ده امبيرد في الليفر فانكشنز بتاعته. انا يهمني الليفر فانكشنز، يهمني الكوابيلوبثي، يهموني في ايه؟ مش في التشخيص، في العلاج. يهموني ان العيان ده يبقى ايه ماسك نفسه في عمليه، ماسك نفسه في الكوابيلوبثي بتاعه ما ينزفش مني اثناء عمليه كبيره زي بتاعه المالجنس، اثناء عمليه زي بتاعه المراره او بتاعه الاي ار سي بي لو انا هشيل ايه؟ لو انا هشيل حصوه من السي بي دي. انا كده كل اللي بقوله ده لاب، فاكتب اول خمس نقط لاب. لو تحب تحط الملخص ده فوق كده على اليمين في الصفحه، تكتب جوندس اوبستراكتيف جوندس هيموليتيك جوندس كوابيلوباثي وليفر، انا كده خلصت اللاب. نيجي بقى نشخص هو مالجننت ولا كالكولوس، ودي اخر حته ان شاء الله ننهي بيها عشان بقى لنا كده ساعتين. ركز بقى معايا. اول حاجه في الراديولوجي اللي هي رقم 6 بقى راديولوجي، اول حاجه ابدا بيها الالترا ساوند. اكتب جنب الالترا ساوند من فوق لتحت. يعني ايه من فوق لتحت؟ عشان ما تتلخبطش. هتبص على البورتا هيباتس. اعرف فيها مالجنسي لمفيلودز كبيره ولا لا. هبص على الكومن هيباتيك والرايت والليفت هيباتيك. اعرف فيهم اي ماسز ولا لا؟ فيلينج ديفيتس ولا لا؟ ستريكشر ولا لا؟ هبص على السيستيك داكت فيها ستون ولا لا؟ الجول بلادر فيها ستونز ولا لا؟ الوول ثيكند ولا لا؟ وعند تبص على السي بي دي دايليتد ولا مش دايليتد؟ اكتر من 6 مللي ولا مش اكتر؟ وبعدين تبص على الهيد اوف بانكريس فيها ماس ولا ما فيهاش؟ يبقى شوف انت بالسونار بتبص على ايه؟ تكتب سونار وتقول ات از سيف وايكونوميك واكيوريت وافيلابل وشيب ومش عارف ايه. طب هتشوف ايه يا حبيبي؟ هشوف المستوى فوق ولا تحت؟ كالكولر ولا مالجنسي؟ ستريكشر ولا ستونز ولا ماس ولا ايه؟ بس امشي بالراحه في البورتا هيباتس بصينا،
على الليفر نفسه بصينا، نزلنا على الهيباتيك والكومن هيباتيك، شفنا السيستيك داكت والجول بلادر فيها ستونز والوول بتاعها ايه، شفنا السي بي دي الملي بتاعه قد ايه، 6 ملي هو النورمال، اكتر من كده يبقى نورمال من 6 ل 7 عام، وشفنا الماس بتاعت البانكاس فيه كانسر هيد ولا ما فيش. شفت السونار سهل ازاي؟ السونار يديني معرفه انا هاي اوبستراكتيف جوندس ولا لو ليفل اوبستراكتيف جوندس. لو انا لو ليفل اوبستراكتيف جوندس تحت، اروح مدخل منظار من بق العيان واروح داخل على الديودينام واعمل اي ار سي بي او اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتو اقرب لي ما تحت، لو لقيت ستون هاتها بالباسكت دورمي باسكت، افتح في السفنكتر وسعه عشان وزاره الجوندس ريليف حاجه اسمها سفنكتروتومي، وليتر اون يبقى يعمل ايه؟ مرة بالمنظار خلاص يشيلها، لان خلاص انا قلت لك طالما انت فتحت سفنكتر في قضي يبقى ايه الدنيا بوظتها، طالما انت فتحت سفنكتر يبقى بوظته، فمفيش بقى حته سفنكتر يقفل ويرجع الحاجه جوه المراره، المراره مش هتبقى ليها لازمه فتشيلها بعد كده، وهي اصلا كانت سبب الايه الاورجن بتاع الستورز. يبقى ايه ار سي بي لو انا ايه؟ لو انا لو ليفل. طب لو انا حسيت في اللو ليفل ان انا مثلا مش ستون، الستون خلاص هيبقى باسكت وايه؟ وتشيل الستون وسفنكتروتومي. لا يا سيدي انا حسيت ان في ماس في البابيلا، حسيت ان في ماس في الامبولا اوف واتر، حسيت ان ماس في البانكرياس، عادي جدا تعمل بايوبسي. شفت الجمال؟ يبقى دي ادي الكالكولا وادي مالجنسي. طب انا فوق، انا كل مشكله بالسونار كانت فوق. ارشق في الليفر ايه؟ شيبا نيدل. تخش من الايرف انتركوستال سبيس. وتحط النيدل لغايه اما تسحب منها تجيب بايل، يبقى انت جوه بايل راديكال اكيد. اول ما تسحب بايل تلاقي نفسك جوه البايل راديكال، اثبت ما تحركش النيدل بقى. وابتدي ايه؟ احقن صبغه اسمها بي تي سي. بيركوتينيوس من الجلد هنا. ترانس هيباتيك عبر الكبد كولانجيوجرام. فرحت حقن الصبغه نزلت رسمت لي البيليري ايه؟ راديكال والبيليري تراكت رايت وليفت هيباتيك كومن هيباتيك سيستيك داكت سي بي دي جول بلادر كل حاجه. لو هي فوق اورتا هيباتس دايسه اليومينال من الوول نفسها بتاعت البيليري هتشوف بقى الفيلنج ديفكت، هتشوف ايه؟ الاستكشن، هتشوف ايه الستون، هتشوف اللي انت عايزه. يبقى لو هاي ليفل بالبي تي سي، لو لو ليفل اي ار سي بي. ده بالالترا ساوند. يفضل تكتب الالجوريزم ده عندك. طيب مع الالترا ساوند ممكن تبحث عن ايه تاني، ومع الاي ار سي بي ممكن تستخدم ايه تاني. يعني لو انت شكيت ان هو اي ار سي بي وفي مالجنس وخدت بايوبسي اعمل بعدها ام ار سي بي. ايه الفرق؟ الفرق ان هو بيستخدم صبغات معينه ومواد معينه مع جهاز غالي جدا ب 3 4 مليون، وبدل ما يخش بمنظار في بقك لا يدخلك جوه الجهاز رنين على القنوات المرئيه ويعمل رسمه زي الفل ابيض في اسود يبين لك الماس فين وفي حاجه في البانكس ولا لا وفي ستون ولا لا ودقيق جدا. يبقى ام ار سي بي عيبه انه غالي، بس تعمل الفحص ده ب 3000 جنيه ب 2000 جنيه، لكن ده منظار هو غالي وكل حاجه وانفيزيف، لكن ده ميزته انه غالي بس مش انفيزيف. انا ما دخلتش منظار في بقك اصلا، انا دخلتك اتصورت اشعه وطلعت رنين قعد ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه، بس في الاخر اسمه ما دخلتش جوه بقك اصلا. ده فيري انفيزيف لما تشك في حاجه فوق. يبقى بي تي سي اي ار سي بي ام ار سي بي وتكتب جنبه اكسبنسيف لكن نون انفيزيف. اما الالترا ساوند انا عملته، طب ما جايز يا اخي شفت ستون او شفت ماس. هقول لك الستون والماس يبانوا اكتر كمان بالسي تي. السي تي تبين الماس بتاعت الكانسر هيد وتبين الستونز من غير صبغه حتى، تبين الستون وتفرقه من المط. يبقى سي تي يبين لك ماس ويبين لك ستونز. ادي واحد. اثنين حاجه هبله جدا دايما اطرد بيها في المنهج وهي الباريوم الكونتراست. الباريوم ميل، قلنا ميل وفول وفولو ثرو. يعني ايه؟ يعني كلمه ان انا اقول سوالو انا رسمت الاسوفيجس، طب بلعت صبغه وبلت الاستومك يبقى اسمها ميل، طيب عملت فولو ثرو يبقى ايه؟ يبقى رسمت كل سمول باول. فهي ما بين الميل والفولو ثرو رسمت الديودنم بس. الطبيعي يا اخوانا ان الديودنم ما بين الفقره ال1 لغايه ال3 ادي ال1 ادي ال3 ودي ال2. ده اسمه السي كيرف، فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت. ف
فالطبيعي ان الديودنم عامل الكيرف ده، يقول لك وكانك حطيت مخده في النص هنا ووسعت الكيرف، يبقى وايد سي كيرف اوف ذا ديودنم. ده ايه ده؟ قصده يعني ان كانسر هيد بانكرياس. طبعا كلام فاشل بقى، انا هعمل اشعه بالصبغه عن طريق منع الصبغه عشان اعرف هي كانسر. طب ما السونار وبعد سي تي على طول، ليه ادخل نفسي في سونار وباريوم وسي تي؟ ما انت كده كده هتعمل سي تي، ما ينفعش ما تعملش سي تي في شكيت في كانسر هيد. يعني بشوف العنف بقى والعمق. احنا اللي فات كان لاب وليه الراديو، والراديو تحدد الاسباب. اوعى تحفظ الراديو ست حاجات، واحد اثنين اربعه خمسه ست، اوعى تحفظهم ست حاجات. لا، تحفظ الالترا ساوند يديني لو ولا هاي، اللو اعمل فيه كذا، الهاي اعمل فيه كذا، واللو يساعدني فيه حاجه نون انفيزيف. يعني ممكن تعمل على فكره تشك انها لو، تروح عامل ام اس بي على طول. وما بتعمل اي اس بي ايه لما تكون دايجنوستيك مع ثيرابيوتيك، محتاج سفنكتر. لكن لو شكيت انها ماس، الاي اس بي يساعدني في البايوبسي، الام ار سي بي يساعدني في التشخيص الاصلي. ممكن تعمل ام ار سي بي الاول وبعدين تخش اي ار سي بي تاخد بايوبسي لما تتاكد بان ام ار سي بي انها ماس، فمش فارقه الترتيب فيهم. لكن لو انت حصوه وعايز تنزلها وهتحط درمي باسكت تشيل بيها الحصوه وتروح قصص السكتر بودي، لازم اي ار سي بي، وممكن ما تحتاجش بعدها ام ار سي بي. في الاخر انت حفظت ان هنا في ايه؟ 1 2 3 4. طب مين يساعد السونار سي تي؟ مين يساعد السونار باريوم؟ مين؟ وده عره جدا لكن سي تي مهم جدا. في اي اسئله؟ خلاص لاني هنهي بكرة إن شاء الله، ناخد التريتمنت ونقفل شابتر البلياري بإذن الله. لما الليفر بتطلع وايت ميوكس، هي كده ما بتعملش كونجيجيشن يعني كده باظت؟ آه، ما فيش كونجيجيشن. أنت مانع إن الكولي بالروبين ينزل، أروح مصنع لك كولي تاني؟ لكن الليفر من كتر يعني كتر ما هو اتغاظ منك وإريتيت منك بقى يطلع ميوكس. طب كده البيلروبين دايركت ودايركت الاثنين هيزيدوا يعني؟ طبعا ما هو بيعملش، هو هينعكس كده كده. امال التوتال بيزيد ليه؟ لانه بيزيد دايركت وبيزيد اندايركت، لكن زياده الدايركت هي السيجنيفيكانت. لكن الاندايركت يزيد بعد فتره من المرض مش في اوله، يعني انت بعد فتره الليفر ابتيك يبتدي يقل. فنواتج للار بي سي هيموليسيس ما تبقاش تتاخد زي النورمال، لان الليفر بقى خلاص بعافيه شويه. وعشان كده قلت لكم الليفر بعافيه سواء انا هيباتو سيلر او انا بوست هيباتو، لكن بعافية أكتر لو أنا هيبقى دوسري. تمام، شكرا دكتور. خلاص أشوفكم بكرة إن شاء الله الساعة 1.